طيب محمد صلاح بقى لاعب منتخبنا الوطني وفريق ليفربول فاز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر ديسمبر اللي فات ده، وخلال شهر ديسمبر ده صلاح سجل 6 أهداف خلال 8 مباريات خاضها علشان يواصل صدارته لقائمة هدافي الدوري أو ليفربول في الموسم الحالي. بس ليفربول مش هو ليفربول، مش هو خالص ليفربول، يعني حاجة تانية دلوقتي الحقيقة، مش قادرين يحققوا الفوز بقالهم فترة. 5 ماتشات يا سارة، 5 ماتشات والماتش الأخراني خسارة قدام بيرنلي أعتقد 1-0 في نهاية المباراة. ما كانش صلاح، ما كانش بيلعب يمكن من بداية المباراة، بس الحقيقة هو قصة مش صلاح، قصة ليفربول. ليفربول في حاجة، يورجن كلوب الحقيقة مش مبسوط من الأداء تماما، ولا جماهير ليفربول مبسوطين من الأداء بتاع ليفربول الموسم ده، ومن الواضح إن يعني صعب إن هم يحافظوا على لقب البريمير ليج، ولا لسه؟ محدش عارف، لسه بدري، كلها مفاجآت ممكن تكون تغير ترتيب الجدول بشكل كبير جدا. المهم الفرقه تقوم بسرعه او تلم نفسها بسرعه وتقوم مره تانية عشان تقدر توصل المنافسه، لان المنافسه واضح جدا انها قويه.